تمام. مسكنا اللي فات صنفنا ريفليكتنج انسترومنت ثلاث حاجات، منهم اول حاجه كانت ايه؟ انديكيتنج انسترومنت، وقلنا في ثلاث انواع ليها. اول حاجه قلنا اللي هي بيرمنت ماجنت موفينج كويل او موفينج كويل انسترومنت او بسميه بلسونيفر، ده كان عشت اللي فات. ثاني حاجه هنتكلم عنها النهارده هو موفينج ارن انسترومنت. طبعا زي ما شفنا الموفينج كويل كان الجزء اللي بيتحرك هو كان الكويل بتاعك، عشان كده سميته موفينج كويل. فهنا هتلاقي الحته الحديد اللي بتتحرك فسميها الموفينج ارن بتاعك، تمام؟ نفس الفكره بالظبط، ده انديكيتنج انسترومنت هو اصلا من الاساس ديفليكتنج، يعني هيبقى في بوينتر بيتحرك على سكيل، تمام كده؟ قال لك والله الكونستراكشن بتاعها يبقى ذاتي، عندي قلب حديدي كده، قلب الحديد ده همرر فيه تيار، تمام؟ وادي ملف هنا. الملف ده هيعمل ايه؟ هيمغلط القلب الحديد، تمام؟ يبقى عندك حتتين حديد، حته حديد هنا كده دي بسميها فيكسد اير عشان هي ثابته، وحته حديد كمان هنا بسميها ايه؟ موجب جار. ايه اللي هيحصل لما حديد القلب الحديد ده يتمغلط؟ هيمغلط حتتين حديد دول، حته هنا واحده مثلا تتمغلط ببولاريتي ان هنا واس هنا، التانيه تتمغلط برضه مثلا بان هنا واس هنا، تمام؟ يحصل ما بينهم هما الاثنين ايه؟ هو تناقض. فقال لك والله لو حطيت الحته الحديد ديت على بوينتر كده وبوينتر هيشاور على سكيل، ايه اللي هيحصل للبوينتر؟ البوينتر ده هيتحرك على السكيل بتاعه، تمام؟ طبعا كل ما انت بتزود التيار كل ما مغمضت الارض الحديد بتزيد، كل ما الحته الحديد ديت بيبقى مغمض بايه؟ بمجال اعلى، فبالتالي قوه التناقض بتزيد او تجاذب. لو انت عملتها في كونفجريشن معين بحيث ان ده يطلع نص ده ساوز وده ساوز وده نص، يبقى اللي احسن منهم قوه ايه؟ تجاذب. فده يا اما بيسموه تراكشن تايب او ريبولشن تايب، تمام؟ طب التورك اللي هيحصل لما تيجي الديفليكشن قال لك بيساوي ايه؟ قال لك انت عارف ان الورك بتاعك في الملف نفسه بيساوي نص باي سكوير في الايه؟ تمام؟ قال لك التورك ديفليكشن هيساوي الدي دبليو على الدي سي. طبعا دي حصل ضرب دالتين، فضل الاول في الثاني ومش عارف في الثاني، ففضل الاول وهتلاقي اللي ايه؟ الاي بتاعتك ثابته، فبالتالي انت عندك نص هيطلع في الاخر نص اي سكوير دي ال على دي سي. وزي ما قلنا في الموفينج كويل ان ده هيبقى عايز يتغلب على ثلاث حاجات، الانيرشيا والكنترولنج تورك والدامبنج تورك. وبالمثل قلنا في وضع الستيدي ستيت هتلاقي ان التي دي بتاعك بيساوي التي سي، يعني نص اي سكوير دي ال على دي سيتا هيساوي ايه؟ دي سي في السي. الحاجة الوحيدة بس لازم تعرفها في الشيت ده كله في الشيت نفسه، يعني ان الدي سيتا ديت طبعا كي سي نيوتن متر، يا اما على ديجري يا اما على ريديان، وعليه سيتا لو في حاله الديجري تبقى بالديجري، حاله الريديان عشان في الاخر ده كله يطلع هو تورك فيطلع بالنيوتن متر، تمام؟ كستاندرد عشان تطلع ده نيوتن متر هتعوض ده بالتيار بالامبير، ال بالهنري، السيتا تعوض عنها بالريديان. يعني في الاساس انت لازم تعوض على الدي سيتا دي بالايه؟ بالريديان، تمام؟ معدل التغير ده لازم تعوض عنه بريد، لما تدرك في المسألة بالبريد يبقى أنت هتضطر غصب عنك تحوله بريد، ده بس اللي كله فيه في الشيت كله، تمام؟ ممكن نحل بقى مسألة في الشيت، حد يجيب الشيت أنا بشوف حد يطلع الشيت. شيت أربعة. عندي اول مساله مثلا ديترماين ذا فول سكيل ريفليكشن تور، عايز ايه؟ تي دي فول سكيل. لو موفينج ار اميتر انا استخدمت الموفينج ار ده كاميتر وبيقيس من 0 ل 5 امبير، والريت تشينج اوف اندكتنس ويز ديفليكشن يديك حاجه ريت تشينج اوف اندكتنس بالنسبه للايه؟ او ريت تشينج اوف اندكتنس بالنسبه للديفليكشن، يعني كانه بيديك الدي ال على دي سي. تعرف هي دي منين؟ برضه من الوحده بتاعتها هيديها لك 25 من 1000 مايكرو هنا للايه؟ للديجري، يعني ايه؟
هنا على الديجري يعني ال على الثيتا، فبقول لك ريت تشينج يبقى دي ال على الدي سي. تمام، هو عايز الفول سكيل ايه؟ الديفليكشن بتاعك، وعايز التي دي بتاعك بيساوي نص اي سكوير دي ال على الدي سي. يبقى نص في كام؟ 25، ف 25 من 1000 10 سالب 6 صح؟ كده هنا دي الايه؟ للديجري. تمام؟ يبقى انت لازم تحول الديجري دي للريتن بتاعك تعمل ايه تحت؟ تضربها بقى على 180 بس تحت. صح كده؟ يبقى تعالى حولته كده اللي هنا لكل الراديو. يبقى انت حتى نزلها هنا ما فيهاش يعني. مثال ثاني. The change of inductance for moving wire ammeter is 2 مايكرو هنري للديجري. بقول لك ايه؟ التشينج في الاندكتنس 2 مايكرو هنري للديجري، يعني كانه يجيب الدي ال على الدي سي تبرده 2 و10 سالب 6 عشان تبقى هنري، تقسم هنا على واي على 180 عشان تبقى ايه؟ راديال. تمام؟ ذا كنترول سبرينج كونستانت بيديك الكي سي بكام؟ ب 5 ب 10 سالب 7 نيوتن متر على الديجري. ذا ماكسيمم ديفليكشن اوف ذا بوينتر از 100 درجه، يعني ايه؟ يعني الثيتا بتاعتك ماكس بتساوي كام؟ 100 درجه. What is current corresponding to maximum deflection؟ عايز ايه؟ عايز الطيارتين في الحالة ديت عند الستيدي ستيت التورك ديفليكشن هيساوي تي سي، فأنت عندك نص اي سكوير ده اللي أنت عايز تجيبه في دي ال على دي سي 2 في 10 سالب 6 باي على 180 بيساوي ايه؟ 5 في 10 سالب 7 بكام؟ في 100، لأن ده بالديجري وده بالديجري، فتعرف تجيب الاي سكوير ومنها تعرف تجيب التيار. تمام؟ الحالة التالتة بتاعتك مديني بقى الاندكتنس ده اللي فين؟ في الثيتا، عشان تعرف تعمل منها الدي ال على الدي سيتا، يعني حاسسهم كده صعبة. ها؟ ال ال بتساوي 10 زائد 5 سيتا ناقص سيتا تربيع. مديك ده بالايه؟ بالمايكرو هنا. وبقول لك الثيتا از ديفليكشن ان ريديان. يعني الثيتا اللي موجودة في الدالة ديت ديفليكشن للريديان، عشان لما اجي افاضل واقول دي ال على الدي سيتا يبقى 5 ناقص 2 سيتا، ده ايه؟ مايكرو هنري لكل ريت، او تضربه في 10 سالب 6 وخلاص. تمام؟ فايند ذا ديفليكشن، بيقول لك السبرينج كونستانت بتاعك 12 في 10 سالب 6 ايه؟ نيوتن متر على الريت. فايند ذا ديفليكشن فور كرنت اوف 5 امبير، يعني عايز التيار يديك 5 امبير وعايز السيتا. بس ما فيهاش اي حاجه، انت كل المشكله بس انت كنت بتعرف تجيب الايه؟ الدي ال على الدي سيتا، نص اي سكوير دي ال على الدي سيتا يساوي كي سي في السيتا، بس السيتا اللي تطلع ده تطلع بالايه؟ بس اخر مساله معايا راح مديك جدول ما بين ايه؟ ما بين الديفليكشن ما بين السيتا بس ادالك بالديجري، وما بين الاندكتنس او ال ادالك بالمايكرو هنا 675 20 هنا 40 مش عارف 700 60 750 واخر حاجه عندك 80 790. بقول لك الكنترول سبرينج كونستانت مديني الكي سي بيساوي 5 داين سنتي على الدجري. طبعا ده عايز احول النيوتن متر على الدجري 10 سالب 7، فالداين من النيوتن في 10 سالب 5 والسنتي للمتر في 10 سالب 2 يبقى دي 5 في 10 سالب 7 نيوتن متر على الديجري، ده الكي سي. عايز ماشي مديك التغير الاندكتنس مع الديفليكشن. ديترماين ذا ديفليكشن، الديفليكشن عايز الديفليكشن اللي هيحصل لما تكون التيار بتاعك اللي هيمر 5 امبير. بص هو انت عندك هاي او نص امبير، بص 5 امبير نص. كان اسهل لي لو هو راح جايب العلاقه ديت حاطين هنا تيار كمان. وقال لك مثلا ايه ده 2 من 10 4 من 10 6 من 10. تقول طيب شايف تبص الشنطه تلاقي ايه؟ نص. فالنص ده ما بين ايه؟ النقطتين دول. تجيب الميل ما بينهم. يبقى انت كده جبت الايه؟ دي ال على دي سيتا عند النص، بس هو مش مديني حاجه. فانت هتضطر تعمل ايه؟ ترسم كل اللي انت هتعمله، بس انت هترسم ايه؟ انت عايز دي ال على دي سيتا كمان صح؟ فلازم ان ال يبقى هنا والاتش يبقى هنا. او السيتا تبقى هنا معلش. صح كده؟ هتحط بقى ال 657 ده ب 20، حط نقطة 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 وتوصل ايه؟
متوسط ما بين يعني مش شرط يعني يعدي باكتر او بيكون مقرب لاكتر النقط او معدي باكتر من ايه؟ اكتر النقط اللي فيه. طبعا هتروح جايب اي ميل منهم اي نقطتين انت عندك عايزهم تجيب اي نقطتين ممكن تاخد بقى ايه مثلا اي نقطتين كده وتاخد الميل بتاعك وده الدي ال وده الدي سي. بس لما هجيب الدي ال على الدي سي هيطلع لك بايه؟ مايكرو هنري لكل جنيه. طبعا ضرب في 10 سالب 6 والمفهوم بتاعك هتعمل فيه ايه؟ رباعي على مليون تمام. هل في مشكله في الشيت؟ اظن يعني الوضع مريح جدا تمام. الجزء الثاني طبعا ده مش موجود في شيت بس ايه الدكتور احمد بيهتم بيه في المنهج فاحنا ايه هنعمل عليه فوكس كده. وابعت لك تقريبا الميد ترم بتاعكم دي جزء الدكتور احمد في دي ام سي كيو تمام. فما اعرفش بيجيب 20 ولا 10 يعني مثلا فعشان دول بيبقى فيهم ايه؟ بيبقى فيهم مسائل كده كده بس كام سكيور. فهو بيهتم بنوعيه المسائل اللي هي يجي يقول لك انت عندك موجه معينه الموجه دي لو دخلتها على ام سي اي او ام اي اي هتقيس ايه؟ الفكره كلها في ايه؟ الفكره انت موفينج كويل انسترومنت ترك الديفليكشن بيساوي البي في الايه في الان في الار. ترك الديفليكشن بيساوي ثابت يبقى البي في الايه في الان في الار. يبقى التي دي بتتناسب مع التيار بتاعه. وعليه قلنا ايه؟ قلنا لو انت التيار بتاعك كان اي سي فالمفروض الانتر بوينتر بتاعك هو اللي بيتحرك على سكيل فده التورك اللي بيحرك البوينتر صح؟ فده العمل ايه يعمل ايه؟ ده مثلا الفريكونسي بتاعه 50 عمال بيتغير من بوستر للنيجاتيف 100 مره في الثانيه. مره في البوستر ومره في النيجاتيف في الثانيه الواحده يبقى 100 مره في الثانيه تمام؟ طبعا ده ليه انرشيا فهو عايز يعمل ايه؟ عايز يتحرك كده ولا عايز يتحرك كده؟ يتحرك في تاني وقت. فقلنا في الحاله دي ان ده شبه ولما جينا اشتغلنا في الابلكيشن قلنا ده بيشتغل كابلكيشن ليه؟ دي سي فولتميتر دي سي ايه؟ اميتر وممكن يشتغل كاوميتر عادي تمام بس ما قلناهاش تمام؟ وقلنا ان هنا ده بيقيس ايه بالنسبه لي افرج ليه افرج؟ لان الدي سي اميتر والدي سي فولتميتر بيقيسوا نوع ايه؟ افرج بتاعها التورك دي احنا بنسميها التورك بتاعها. طب الموفينج ارم انسترومنت قال لك لا ده انت بتقول التي دي بيساوي نص اي سكوير دي ال على الدي سي. طب ده اللي انت عايز تقيسه يعني القيمه المفروض ثابته تمام. فالمفروض ان انت التورك الديفليكشن بيتناسب مع اي سكوير بتاعه. وهنا برضه كنا بنقول ان ده الاي كده بيتناسب مع الثيتا فده بسميه لينير سكيل. ده اي سكوير بيتناسب مع الثيتا بيتناسب مع اي سكوير فده لينير. ده عشان لو حاجه نظري جت لك تمام. فهنا التورك بيتناسب مع اي سكوير ده نفس فكره ايه نفس فكره الافكتيف فاليو او الار ام اس. ليه؟ لان انت كنت ار ام اس يعني ايه؟ سكوير مين روت. يعني انا كنت بربع الداله دي سكوير يعني مربعها يعني ايه هضربها في نفسها؟ لما انا هضربها في نفسها يبقى كل نقطه من هنا هضربها في نفسها. يعني لو دي خمسه يبقى شكله كده بس 25 صح؟ طب نيجاتيف في نيجاتيف ودي سالب خمسه طلع كده تاني. فكده بقى بالنسبه لك ايه؟ طبعا هو الافرج ما هو الا تكامل تحت المنحنى. هقول لك القانون دلوقتي تكامل تحت المنحنى ده او تجيب الاريا تحت المنحنى دي. فالاريا دي بالبوزيتيف والاريا دي بالنيجاتيف فالافرج بتاعها كام؟ بصفر مجموعهم بصفر. فقال لك لا انت عايز تعمل ايه؟ عايز في الاي سي هو ده معنى الار ام اس ان انت تشوف لو انت شلت السبلاي بتاعك اي سي حطيت مكانه سبلاي دي سي يديك نفس الافكت. طب بما اني شلت سبلاي اي سي بحط مكانه سبلاي دي سي يبقى انا عندي قيمه ثابته لان سبلاي دي سي هيطلع قيمه ثابته. يبقى انا عايز استعرض عن الاي سي سبلاي بدي سي سبلاي بيطلع نفس الايه؟ الافكت او الهيت او الهيت اللي هيطلع مثلا في مقاومه او حاجه. فده معنى الار ام اس. انا كنت بقول مثلا البريزه دي بتطلع 220 فولت فده القيمه الافكتيف او القيمه الفعاله بتاعتك اللي هو ايه بشتغل بيها. فعليه انا كنت بقول طبعا انت لما هتجيب ده السكوير صح؟ هروح اجيب له بعديها ايه المين. يعني ايه المين؟ ما هو الافريج. المين يعني افريج؟ هجيب افريج بس ده الحاله ديت هما الاثنين بوزيتيف فبالتالي القيمه تطلع لك قيمه دي سي كده. بس انت كده ما جبتش ايه؟ ما جبتش الافرج بتاع الداله نفسها. لا انت جبت الافرج بتاع ايه؟ مربع الداله فانت رحت واخدها تحت الجهاز الثاني ده معنى الار ام اس. فبالتالي الجهاز ده يقيس ايه بالنسبه لك؟ اي سكوير معناه ان كده كده ده هشوفه متربع يعني كده كده هشوفه في اتجاه واحد فبالتالي هقيس الافكتيف فاليو والار ام اس فاليو بتاعته. يبقى من الاخر موفينج كويل انسترومنت لما يتحط على اي داله هيقيس الايه؟ الافرج بتاعها والافرج هو اللي دي سي هنا هيقيس الايه؟ الار ام اس. طب لو حد فاكر القانون بتاع ده عشان لو احتجت ولا حاجه زي ما هنقول قانون الافرج بتاعي لو عايز يجيب افرج الداله تقول ايه؟
واحد على طبعا دي كلها بريوديك فانكشنز. يعني ايه بريوديك؟ يعني دوله تكراريه، يعني بتكرر نفسها كل زمن ايه؟ كل زمن دوري تي. تمام؟ كنت بقول افريج يساوي واحد على تي، تكامل داله في حدود الايه؟ البريد اللي هي فيه من زيرو للتي. الداله بالنسبه لك دي تي اللي هي مثلا ساين اوميجا تي بالنسبه للدي تي، او ساين تي بالنسبه للتي. تمام؟ طب الار ام اس، الار ام اس عملت انا هعمل ايه؟ هربع الداله، يبقى الداله بتاعتك ايه؟ تثبيت. وبعدين اخد بقى الافرج اللي هو كده انا عملته واخدها تحت الجذر. فده الار ام اس بتاعك. تمام؟ هيقول لك ايه بقى الدكتور مثلا؟ هو ممكن يكون مديك في المحاضره كذا شكل تحسب منه على طول الافرج والار ام اس، عايز تحفظه محفظه. مش مشكله خالص بالنسبه لك. انت الفكره كلها ان احنا اتفقنا ان ايه؟ ان الساين ويف الافرج، ادي الافرج وهكتب هنا الافرج وهكتب هنا الار ام اس. واعمل لك كذا داله مثلا. ساين ويف ايه؟ ساين ويف الافرج بتاعها بكام؟ طب فاكر الافرج؟ بالظبط كده البي، كنا بنقول البي بي او البي ماكسيموم على جذر 2، ده البي ماكس على جذر 2. تمام؟ طب لو فول ويف ريكتيفيكيتد زي ما كنا بنشتغل في الايه؟ في الالكترونكس. دلوقتي بقى الار ام اس هتلاقي ان هو هو، ليه هو هو؟ لان انت لما تربع الداله دي وتجيب الجذر هو هو، لما تربع الداله دي وتجيب الجذر. فبالتالي هنا البيك على طول بكام؟ الار ام اس بيديك برضه على ايه؟ جذر 2. حد فاكر الافرج بتاع دي كانت كام؟ لا كانت 2 في ماكسيموم او 2 في بيك على باي. تمام؟ 2 في بيك على باي، لما كانت هاف ويف كانت في بيك على باي، فول ويف 2 في بيك على باي. طب ايه تاني؟ قال لك انت عندك سكوير ويف شويه دي كده. طبعا سكوير ويف هنا مثلا في ام، هنا سالب في ام، والاريا اللي فوق قد الاريا اللي تحت، والافرج برضه بين. يعني انت حاول حتى لو تحفظ تحفظ بذكاء. يعمل اعملها ده بصفر عشان تحفظ لك حتتين بس. هتلاقي ان الار ام اس بتاعها عباره عن كام؟ في ماكسيم تقريبا على 2. تمام؟ ان شاء الله يعني. اخر حاجه عندي هتلاقي في داله الانجل وداله اسمها سوتوس. السوتوس بيبقى شكلها عامل كده والترانجل عادي جدا. الاثنين دول شبه بعض. تمام؟ هتلاقي الافرج بتاعتها تقريبا يعني هي على ايه؟ على 2. ده الافرج ماشي. والثانيه في ام على جهاز 3. احنا ممكن نثبتها واحده كده. ممكن السكوير بس على السكوير دي ماكس بس. دي بي ماكس بس صح. بخليها دي بي ماكس بس صح. ليه؟ لان انا لما هربع دي هتبقى كلها بي ام، فبالنسبه لي هتبقى بي ام. طبعا انا اصلا ما بحبش الكلام ده. انا لما بيجي لي ده من جد بشتغلها تكامل. وعزت لك ان السودوس او ديت بتبقى ايه؟ هي كده بالظبط. تمام؟ هيجي بقى اخر حاجه عندك. يعني ممكن يجي تلاقيه عامل لك ازاي في الامتحان؟ اول حاجه بالنسبه لك اهو تيجي يقول لك مثلا عندك جهاز كده موفينج كويل انسترومنت. توصل توازي او يعني معاك جهاز ثاني برضه موفينج ارم انسترومنت. وانا بقيس مثلا ايه؟ شغال كفولتميتر. حطيتهم الاثنين توازي. فالداله اللي هنا ديت هيقول لك مثلا دي ساين ويف. فانت متوقع الام سي اي يقيس كام؟ والام اي اي يقيس كام؟ هتقول له والله مثلا ده كام؟ بيتغير في البيك بتاعه 10. تبقى الام سي اي هيقيس دي سي كده كده او افريج، فبالنسبه لي افريج بكام؟ بصفر. طب الام اي اي؟ 10 على جذر 2. في في؟ على جذر 2. دي حاجه معينه. طب حط لك واحده زي دي. نفس الكلام بقى، تقعد تحسب ده، يقول ده يحسب ده والثاني يحسب كذا وهكذا. طب مثلا جاب لك واحده شبه دي، وقال لك دي ب 10 وهي بتتكرر كل 2 2 4 6 8. قال لك انا عايز ايه؟ والله دخلت دي برضه على ايه؟ على ام سي اي وام اي اي، احسب لي الايه؟ ده يقيس ايه وده يقيس ايه؟ تمام؟ كمل بقى وخلاص. لا مش عايز الشكل. انت واخد الشكل والله العظيم. هتقول افريج بيساوي في ام على 2 يعني 10 على 2 ب 5. ار ام اس بيساوي كام؟ 10 على جذر 3. طب والله انت عايز تعمل زاويه كامل، هتقول بص فتره التكرار بتاعتك كام؟ 2. يبقى 1 على 2 صح؟ تكامل من 0 ل 2. الداله دي بقى لازم تشوف وتعبر عن الناس ازاي. ده داله ايه؟
ده رمل يعني او خط مستقيم. يبقى انت قدامك حل من الاثنين، هتاخد نقطتين 2 0 0 2 و10 وتجيب المين ما بينهم او باللوجيك 2 بقت 10 يعني مضروبه ب 5، 5 في سكيل الاكس او التايم يبقى 5 في تي. يبقى الداله دي عباره عن كام؟ 5 في التايم. يبقى انت هتقول هنا 5 تي بس الكل ايه؟ تربيع، لان انت ار ام اس بتشتغل ار ام اس، فدي تي تحت الجذر 5 تي تربيع يعني 25 تي. على فكره ديت هنعملها اصلا، هنضطر نعملها في المساله اللي انا مش هتعرف تحسبها بالقوانين العاديه. 5 تي تربيع 25 تي تربيع تجيب لها التكامل، يبقى 25 تي اس 3 على 3. ها التي اس 3 تعوض عنها ب 2 وصفر، يعني 25 على 3 في 8 في 8 ناقص صفر. تمام مضروب في نص ده كله تحت الجذر 1 4 صح؟ ب 25 في 4 بكام؟ ب 100. 100 من تحت الجذر يبقى 10 على كام؟ ما دي في ام، يبقى في ام على جذر 3. والله انت شايف الدنيا مستاهلة مستاهلة مش مستاهلة خلاص احفظها. بس اقول لك على حاجة، في مسألة جاية كده يعني، في مسألة جاية كده بالظبط. انا اعتقد يعني انها تيجي لوجيكالي برضه، بس انا فاهم انا ما كنتش فايق اعملها يعني، ما كنتش فايق اجيبها لك احاول اوصلها لك لوجيكالي. فانا بحب اشتغل بالتكامل، لان كده كده اشتغلنا برضه الكترونكس كتير فاهم، فاحنا هتقعد تكمل لحد ما تقول يا بس يعني هتلاقي في قوانين كتير يعني اللي انت بتبدا تدرس في الالكترونكس هتلاقي فيه بقى الابتكار فيه بتعمل كذا حاجه تمام، فكل حاجه لها قانون، فانت مش هتعرف تحفظ القوانين مستحيل تعرف تحفظها. ف يعني بطريقه ما لازم تتعلم ازاي هتعمل التكامل عشان لو اتزنقت في الامتحان تستنتج انت القانون في دقيقه، حتى تعرف تستنتجه على طول. فالفكره كلها ان الشبل كان عامل كده يعني كومبانيشن ما بين ايه؟ ما بين اثنين مثلا، دي تساوي 10 اكس ودي كام؟ دي 10 وهنا برضه 2 4 6 8 10. للاسف انت هتضطر تعمل ايه بقى؟ عايز مثلا الار ام اس، عايز موفنج جارد انسترومنت اي سي، للاسف هتضطر تعملها ايه؟ تكامل. انا يعني انا حاولت اجيبها كده لوجيكالي، بس هي تيجي يعني تيجي بطريقه معينه، بس مش واخد بالي هتيجي ازاي، بس هي من ناحيه الشيء بقى تيجي. هو الافرج جايبها المثلث عشان المستطيل ده طرف المثلث. مستطيل مثلث مستطيل هيطلع نص مثلث، الافرج نص مثلث. لا بس استنى، بس السكيل بتاعك او فتره البريود ما بقتش شبه دي يعني. انت كنت بتقول اه ماشي الافرج يبقى في ام على 2 صح؟ ده الكلام ده لو ده البريود، انما البريود هنا ماشي الار ام اس ده كمل بقى. لا البريود هنا بقت الضعف يعني ده فاليد في حته قد كده، وده بلد في نص الدوره، انما ده كان بلد في الدوره كامله. مش بتقول لا يعني هو كان بيقول انا كنت عايز اعمل زي ما الراجل الطيب ده بيقول، لا ماشي ده هيطير نص ده البلد كده بس ده نص شكله عامل كده يا غالي، نص شكله عامل كده. دي الداله مش دي فاهم يعني، عارف انت كانها هاف ويف ريكتيفاير بس سكوير ويف او سو توز. فلا فانت هتقعد بقى تعملها كده تلاقي نفسك رايح ده، عشان حاولت اعمل كده فانت تضطر ان انت تجيب الافرج دي، فانت الفتره بتاعت التكرار عندك اربعه مش اثنين يعني ضعف، فما تفهمش هتطلع بيه اما على اربعه ولا هتطلع ايه. فانا قلت ايه؟ خليني في الدهاش، ما خليني في التكامل وخلصنا بالظبط كما بعد المكتب. الداله دي اهو زي ما انت دي شبه اصلا احنا عملناها من شويه، فانت هتلاقي انت بالنسبه لك واحد على تي فتره التكرار هنا كام؟ اربعه. طبعا ده كله تحت الجذر، هيبقى عندك دالتين او بالت في حتتين، الاولانيه من 0 ل 2 الداله هتبقى 5 تي زي ما اتفقنا، هتبقى كل تربيع بالنسبه للدي تي. طب والثانيه من 2 ل 4 الحته دي طبعا من كام؟ سالب 10، بس سالب 10 ايه بقى؟ تربيع دي تي. يبقى انت من هنا هيطلع لك 100 دي تي، هتفاضل ال 100 تبقى 100 تي تعوض ايه؟ 4 ناقص 2 يعني 100 في 4 ناقص 2 يعني كام؟ 200. طب ديت احنا جبناها قبل كده كانت كام؟ ما علينا، نعملها 25 تي تربيع كامل يبقى 25 على 3 تي اس 3 تعوض ب 2 ناقص 0 يعني 8 ناقص 0 يعني 200 على 3 زائد 200. الكلام ده كله مضروب فين؟ كل ده تحت الجسر. يبقى انت جبت الايه؟ يا اخي والله انا ضمنت لك ان الدكتور مش هيجيب يعني لو جاب هيجيب دي عايز تختص عارف تختص.
اقول لك ليه يعني. بقى حاجه اخيره عندي، لا انت طبعا بتاخد سيركت سكوت، المفروض سيركت سكوت تاخد حاجه اسمها هرمونكس، تعرف حاجه اسمها هرمونكس ما اعرفش تحطها ولا لا، بس ايا كان يعني. طبعا الهرمونكس دي مرتبطه ارتباط كبير جدا بايه؟ بفوريد. فوريد قال ايه؟ لو انت عندك قلق اي داله بريدك، اي داله بريدك ممكن يحللها لايه؟ لمركبه دي سي كومبوننت يصنعها من ايه؟ من الساين ويفز. الساين ويفز دي ترددها قد التردد الاساسي بتاع السكوير ويف او الداله اللي انت ومضاعفاتها. فانا متوقع ان انا ممكن يبقى عندي داله شكلها عامل ازاي؟ انا بحاول الينك لك عشان لما تاخد هرمونكس تبقى عارف الحته ان الرياضه اه مخدمه على البتاع، بس احنا ما بناخدش بالنا غير متاخر شويه. انت عندك مثلا الداله اف اف تي مثلا، هتلاقي مثلا دي سي كومبوننت اي نوت ده الدي سي، وبعدين على جنين تقريبا. لا مش شرط يعني، انت فاكر يعني طلعت بايه نوت ده القيمه هي ماشي بي ان على اي ان ومش عارف ايه زيرو ومش عارف ايه التكاملات الغريبه. وايه واحد ساين اوميجا واحد في تي زائد ايه اتنين ساين اتنين او اوميجا اتنين في تي، طبعا اوميجا واحد غير اوميجا اتنين وهكذا. طب لما اجي اجيب الار ام اس ده اللي يهمني بقى جدا، هعمل ايه؟ هروح اجيب الار ام اس لكل واحد واخدهم تربيع تحت الجذابه. كنت بعمل ايه؟ فاكر كنت بجيب الزد كمان انها عباره عن ايه؟ ار تربيع اكس ال تربيع، هي بنفس الكونسيبت. هتعمل ايه بقى؟ تروح تجيب الار ام اس لكل واحد. طب ار ام اس للدي سي ما هي هي الافريج، يبقى تقول ايه نوت ايه؟ تربيع صح؟ زائد ار ام اس لساين ويف دي بيك على جذر اثنين. طب البيك هنا ايه؟ واحد. طب ما انت عارف ان البي بيساوي بي ام ساين اوميجا تي، يبقى ده ايه؟ البي، يبقى ايه؟ واحد على جذر اثنين الكل تربيع وهكذا. اثنين على جذر اثنين الكل تربيع. هيقول لك انت عندك داله جميله، الداله دي مثلا 8 زائد 3 ساين 5 تي مش عارف زائد 30 او ايا كان، مش هيفرق معايا الفريكونس ولا اي حاجه من الكلام ده. لو انا شغال على موفينج ارم وموفينج كوين، قول لي كوين هي سي؟ افريج. افريج الافريج بتاع الساين بصفر، يبقى بالك ايه؟ تمام. طب لما اجي ار ام اس، بس انت بقى عندك ايه؟ داله انت فكيتها المجموعه من الساين ويفز والدي سي، فتضطر تعمل الجذر التربيع. 8 تربيع زائد 3 على جذر 2 كل ايه؟ يبقى 6 64 زائد كام؟ 9 على 2 خلاص على كام؟ يبقى كده. هتلاقي واحدة تانية انا هبعت لك لينك في شوية أسئلة نظري على شوية أسئلة من الحاجات دي، أصلا لينك على الـ MCQ أو الـ MCQ على الـ MCQ على الـ Indicating Instruments، يعني على الحتة أنا بتكلم عليها. بالحل بتاعه؟ بالحل، هو حتى مش بيشرح لك الحل هيبقى ماشي إزاي، وأعتقد الدكتور بيجيب بإذن الله. واحدة تانية مثلا هتلاقي بيقول لك سالب 4 زائد 5 ساين تي. لو موفينج أي موفينج كويل موفينج أي. موفينج كويل طبعا لو سالب 4 يبقى سالب 4. طب الموفينج ار جذر تربيعي سالب 4 كل تربيع زائد 5 او دي كانت 3 معلش دي 3 اقول لك دلوقتي عشان دي هيطلع لك 4 تربيع ودي 3 تربيع وكام تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر كام؟ في 2 ما هو دي 3 تربيع 9 9 على 90 16 ايا كان بقى دي 3 على جذر 2 دي 3 جذر 2 مثلا 3 جذر 2 3 جذر 2 هي كانت حاجه شبه كده بحيث ان ده يطلع سالب 4 تربيع زائد 3 تربيع تديك كام في الاخر؟ 5. فكان الاختلاط يقول لك كام؟ سالب 4 و5 سالب 4 وسالب 5 سالب 4 او 4 وسالب 5 4 و5 اللي عارف وده كام 4 لازم تحلها فاهم؟ هتطلع في الاخر سالب 4 وكام؟ 5 تمام؟ حتى عندك مشكله؟ يعني انا ده مش موجود في الشيء بس انا قلت ايه؟ من بره كده بما انه بيجي في الامتحان ايه؟